هلا هو اكيد يعني ما راح يتغير من الخارطه السياسيه شيء كبير، والخلل هو من الجمهور، من الشعب العراقي، لانه ما يخرجوا للانتخابات. اذا خرجوا للانتخابات لا اكيد سوف تتغير الخارطه السياسيه بشيء كبير، ممكن سوف تكون تيارات جديده، مستقلين، حركات مدنيه، علمانيه، كذا هذا. لكن عندما تبقى بهذا المدن، لكن انا اقولها لك وسجلها بتاريخ اليوم، سجلها ترجاك، سوف لا تكون هناك انتخابات مجالس المحافظات بالتواريخ التي تسمعها في الوقت الحاضر، سوف تتأخر كثيرا. للأسباب؟ لأسباب كثيرة. أولا الحل والاستقرار التي تبحث عنه الكتل السياسية والسيد رئيس الوزراء. أنا قلت لك قبل قليل، يعني قلت لك قبل قليل أنه الموازنة لثلاث سنوات هي ما بها تخصيصات للمحافظات، مثل ما كان ثلاث سنوات مجموعة لكل سنة من السنوات الماضية. لذلك التوجه اليوم أن تكون حكومة قوية، أن تكون كذا. بعدين كثير من الكتل السياسية، يعني أنت اليوم، أنا أجي أقول لك اليوم تكون مجالس المحافظات، نتكلم بصراحة، اليوم الإطار وين يروح؟ هل يدخل كل واحد؟ أكيد راح يصير بمشاكل. إذا طلعت فراح يصير خلافات خلال الانتخابات والفترة الانتخابية، سوف ينعكس حقيقة على عمل مجلس النواب وعلى الحكومة. نعم. لأن هذه الكتل أيضا اليوم الأخوة في تقدم، والخنجر اليوم خلافات كبيرة. اليوم الحلبوسي عنده مشاكل شخصية، عنده مشاكل داخلية، عنده مشاكل مع الحكومة، عنده مشاكل بالمحافظة. لم يكن الحلبوسي مثل ما كان قبل سنتين، سنتمنى له التوفيق إن شاء الله، بس هذه مؤشرات. حلفاء من أمه اليوم تسمع أكو ارتياح وتوافق كبير ما بين حكومة أربيل أي الإقليم والحكومة الاتحادية، لكن أكو أزمة لم تمر بها الأحزاب الكردية فيما بينهم. فبالتالي مجالس المحافظات إذا حدثت في هذا التاريخ هي سوف تكون أزمة مضافة تشعل أزمات كبيرة، وهذا حقيقة البعض. نعم. يفكر بي بصوت عالي. طيب. لذلك أنا متيقن سوف لا تكون مجالس المحافظات انتخابات فيها خلال هذه الفترة المعلن عنها.